يعني وكذي كي خدمة كتام غرايا كين الناس اللي يعطيكم الصحة هذا كي ربوني قدشتني كي ربوني ديف كان فوسي إثم غرايا كين هذي الصفراح مساكيت أرشا كي مغفانا كي إن شاء الله تيدي طهارة مربوحا إن شاء الله هذا حلونا رابيدمون إن شاء الله ديني وكذا كويت دي بارتيسيبين وكذي ديف كان كي كونسي يعطي أنا ميرسي دو لانفيتاسيون للجمعية جو فو رميرسي بوكو لي زوكازيون كي Je suis toujours à votre disposition. Madame, بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نرحب بقناة الأنيس على هذه المبادرة وهي تغطية الحفل المقام على شرف اختتان أطفالنا في بعض العائلات عبر إقليم بلدية البويرة. نشكر من هذا المنبر كل من ساهم في إنجاح هذه العملية وفي إنجاح هذا الحفل البهيج على رأسهم قناة أنيس وقاعة الحفلات بالاس على كل من ساهم في هذا الإنجاح والمقام أزف لكل الأمة الجزائرية والأمة الإسلامية وخاصة أبنائنا إقليم بلدية البويرة عيد مبارك إن شاء الله. يا أخوان نشكر اللجنة هذه بارك الله فيكم على هذه المبادرة الجميلة ونشكر الحاضرين ثاني بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نحن كأعضاء مجلس الشعبي الولائي حضرنا اليوم هذا الحفل اختتان لصالح المعوزين المنظم من جمعية نبض الحياة الكشافة الإسلامية ولجنة الحفلات برج حمزة في قاعة الحفلات بالاس. يعني أولا نقدموا بالشكر الجزيل للسي حكيم عرعار صاحب القاعة اللي يحب ويحب مثل هذه المبادرات دارات احنا يعني نحبدوها خصوصا هذه الشريحة. يعني جو كما راك تشوف جو بهيج اللي راه هنايا لصالح هذه الفئة المعوزة شيء يفرح شيء لازم ننكوراجيوه احنا كأعضاء مجلس الشعبي الولائي ولا ك ك ك ك كنخبة في الولاية. أيضا كاين أمر نوهو ليه أنه مثل هذه الأمور مش غير في الشهر الفاضل نتمنى تكون خارج الشهر الفاضل لأنه صح هذه الشريحة من المعوزين كما يلقاوش السند يعني تجيهم عالة.